أولاً حادثة غرق العبارة الأندونيسية، ثانياً كارثة طائرة الأليتاليا، والجديد انقلاب باص سياح في حادث سير مروع في شرم الشيخ أصيب فيه سائحان لبنانيان من إجدعبرين في الكورة، كما أصيب كل الركاب وهم من الجنسية الروسية. يوم الاثنين قرع هاتف المنزل، إنه العريس جوزيف وعروسه يتصلان بالعائلة، لكن الخبر لم يكن مفرحاً. كان نهار التنين، ده قال لي نهار الأربعاء قبل الظهر، قال لي بدي تحضري لي تحكي مع ابن اختي أليكسي اذا بيقدر يودي لي صليب احمر على المطار. قلت له شو بكون؟ قال لي صاير معنا اكسيدنت بالباص، كنا بشرم الشيخ وطب فينا. بعد الظهر رجعت دقيت له، قال لي ما رح نقدر نجي. قلت له ليه؟ قال لي لانه الحكيم خايف ما يصير معنا نزيف براسه، ما بتقدر تطلع بضغط الطيار. جوزيف الذي غادر لبنان بعد زفافه مباشرة لتمضية شهر العسل في شرم الشيخ لم يتنعم بيوم عسل واحد، ففي اليوم الأول له ذهب وعروسه أنجلا في جولة إلى سانتا كاترينا، وعلى الطريق وقع ما لم يكن متوقعا وانقلب الباص بمن وما فيه. وصلنا لمحل في كويع شوي، كان مسرع شوي الباص يعني، ولق من الباص يعني كوع بسرعة شيء هائل يعني، ونزلنا بقلب الوادي جيبونا على المستشفى. هلا وعيت انا بعد يومين، قالوا لي انتوا عاملين حادث انتوا كذا وانتوا كذا. اتفاجئنا انه كمان معنا كمان هون روس كمان كانوا بعدهم معنا، اجت السفاره تبعهم كمان حكيت وشلتهم، دفعت عنهم كمان شلتهم. نحن ما حدا سال عنا يعني، السفاره اللبنانيه ما انهزت. قديه تضررتوا انت ومدامتك؟ مكسور جيوب الانفيه عند مدامتي وظهره وردود كثير قويه يعني، وعنا مقلوع فتسي ومكسور ضلع وطائرين فقعين، كانوا في داينة من المقلوعة في داينة مش عم نسعى فيها قبل مرة فوق 50% شاين يعني شهر عسل يعني أول حياتنا احنا فجأة ما شفنا للدم قدامنا. جوزيف سيعود هذه الليلة إلى بيروت ليكمل وعروسه علاجهما. هذه الحادثة قد تحصل مع لبنانيين وغير لبنانيين، لكن قدر هذا الشعب أن له في كل مأساة حصة، أما الدولة فغائبة عن السمع ونداءات استغاثة مواطنيها، وينطبق عليها المثل لا تندهي ما في حدا.